طيب نروح بقى للدراسات، والدراسه دلوقتي على فكره اللي معانا دراسه مهمه جدا، لان هي الدراسه دي الحقيقه كمان بتتكلم عن الفطار. الفطار يمكن كتير مننا ما بيفطرش الصبح، بينزل يا دوبك مشغول علشان شغله، لكن الدراسه اللي معانا بتقول ان يعني ان اللي بياخد او بيتناول وجبه الفطار وتحديدا بقى الاطفال الحقيقه بيحصلوا على درجات او افضل درجات في المدرسه. وكمان في باحثون قالوا ان اللي بيتناول وجبه الفطار بس بطريقه بقى صحيه، يعني فطار يعني على اصوله يعني زي الصوره كده اللي قدام حضراتكم، بيحصلوا كمان على افضل من زمايلهم التانيين اللي ما بيفطروش خالص. وطبعا وفقا للدراسة اللي نشرت مؤخرا في مجلة الصحة العامة والتغذية، أوضح الباحثون من إحدى الجامعات أن تناول وجبة الإفطار ارتبط باستمرار قوة التركيز والوظائف المعرفية عند الطلاب خلال فترة الدراسة. وكمان قال المؤلف الرئيسي هانا ليتل كوت أن الدراسة دي أقوى دليل حتى الآن على وجود صلات ما بين الوجبات اللي بيتناولها التلاميذ أو الطلاب وكمان مدى نجاحهم في المدرسة، وإن ليها أثار مهمة جدا على سياسة التعليم والصحة العامة. خلينا أقول لكم إضافة للكلام اللي نرمين قالته، إن فعلا وجبة الفطار دي بتعتبر أهم وجبة في اليوم. ليه؟ لأن هي بتساعد في منسوب الحرق للجسم، كمان بتساعد على تقليل الوزن. ده بالنسبة للأطفال، إنها بتساعدهم كمان على استعادة ذاكرتهم وإنهم يذاكروا كويس وفي المرحلة التعليمية وكل الكلام ده. خلينا بقى نرمين نتكلم في الناس اللي بتعاني من الدايت، الناس اللي عايزة تعمل دايت سواء لا يفطروا برضه يفطروا ما بالظبط كده ستات أو رجالة أو أطفال. وجبة الفطار هي أهم وجبة، وجبة الفطار هي اللي هتساعدكم على الحرق، لأن فعلا في ناس كتير بتتبع سلوك غير صحيح، وهو إنهم يفضلوا طول اليوم ما يأكلوش حاجة ويجوا بالليل يأكلوا حتى ولو كانت وجبة بسيطة جدا. أنت بتفطري؟ أنا طبعا بفطر. أنا عايز أقول لك على حاجة، ما بعرفش أفطر خالص للأسف. أنا كنت بعمل الخطأ ده، يعني أنا كان دايما عندي فكرة إنه أنا ما أفطرش ومش قادرة أفطر، ولكن بعد ما عرفت بقى المعلومة دي غصب عني بقيت بفطر لغاية ما اتعودت. ما بعرفش أفطر خالص، يمكن أنا كائن ليلي، فبالليل بقى زي ما مروه قالت كده هو اخطر حاجه ان انا بقعد اكل بالليل، يعني طول اليوم ما اكلش، اجي لك بقى على الساعه مثلا 8 9 10 بالليل قدام ايه نوعيه الاكل بقى اللي بتاكليه؟ فستق بقى، كاجو، كل الحاجات اللي بتتخن، كل حاجه بتتخن. الحمد لله بقينا زي الفشلات يعني، ربنا يسترها يعني.